اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا أرحم الراحمين. أحبائي أعزائي المتابعين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت المردة الشياطين، وينادي المنادي من السماء يقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فما أجملها فرصة من الفرص أن أبقانا الله وأحيانا وأحياكم إلى أن دار علينا رمضان، بعد أن نتذكر من كان صلى معنا وقضى وقتا معنا ثم غادر بعد ساعات ولحظات. حتى في هذه الأيام وحتى قبل رمضان لا نضمن أنفسنا بليلة أو يوم أو ساعة أو دقيقة، والله أعلم ماذا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فأسأل الله جلت قدرته أن يغير حالنا إلى أفضل الأحوال وأحسنها. فهو ربي الذي لا إله إلا هو أفوض إليه أمري ونشكو إليه ضعفنا وقلة حيلتنا. فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكسر، أي أرجع وعد وتب إلى الله وأندم على ما فرطت وقصرت. فهذه فرصتك في هذه المحطة التي تتزود منها خير الزاد، شهر رمضان الذي قد لا تدركه شهرا آخر بعد هذا الشهر. فالحمد لله رب العالمين الذي أحيانا حتى أننا إن شاء الله وبحول الله أننا مما صامه وقامه ودعا وتوسل فيه إلى الله جل جلاله أن يغفر لنا الذنوب ويرفع عنا كل بلاء ومصيبة. ونسأل الله جلت قدرته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر كل أعداء الدين. أسأل الله أن يهل علينا هذا الشهر الذي قد يكون غدا، والله أعلم ماذا يكون لنا. فنسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله أن يهله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والإيمان والبركة والنصر والتمكين ورفعة الإسلام والمسلمين وعزتهم دائما وأبدا، وإنا إليه متوكلون وشاكرين وذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم. والله يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا لأداء الصيام والقيام والدعاء والذكر وتلاوة القرآن. فهو شهر الرحمات، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر التسامح والتصافي، شهر كله خير. لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. لماذا؟ لما فيه من الخير والرحمات والنفحات والوقفات والصدقات وتلاوة القرآن وكل خير تقدمه تجده عند الله. والصوم لي وأنا أجزي به، نعم، لأنه عمل بين العبد وربه وهو المطلع على قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نسأل الله جلت قدرته أن يجعل قلوبنا عامرة بذكره وألسنتنا رطبة بذكره، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، والحمد لله رب العالمين.